ساعات. ماشي يا عم محروس، اعمل لنا كوبايتين شاي بقى. اتفضل يا معلم. اهلا يا معلم، اتفضل. ازيك يا علي بيه؟ سهل، اتفضل. السلام عليكم. ادي ازيك يا عم بدر؟ قال لك جاب الراجل ده هنا يا بيه. ايه ده يا بدر؟ ايه ده وفهمك كل حاجه؟ هتفهمني ايه بس يا علي بيه؟ مش انت قلت ناس تانية خالص؟ فين الناس اللي انت قلت عليا؟ في يا بدر اللي انت عايزه تاخده وزياده يا بيه. مش موضوع اللي انا عايزه، الموضوع تاني خالص. موضوع ايه طيب يا بدر؟ استنى يا عم علي، احنا جايين نخلص وفلوسنا حاضره. انا عارف من الاول يا بدر انك ما كنتش عايز تبيع، بس متاكد وواثق ان علي بيعرف يقنعك. وصدقني ده اللي فيه مصلحه لينا كلنا. يا راجل في حد يكره الخير لينا؟ ما تقول له حاجه يا علي بيه. طلباتك يا ريس بدر. معلش يا علي بيه، اللي انا طلبته زمان ما بقاش يناسبني دلوقتي. فلوس الدنيا، المهم انك توافق يا بدر. موافق يا امين. بركاتك يا علي بيه. وانا عن نفسي انسى كل اللي قلته لك زمان، هزوده على الاخر 50 مليون واشيل عم مقفول. 50 مليون ورقبة مرتك يا امين، ما هي مش اغلى عندي من مرت اللي راحت مني على ايديك. وده شرط. ايه ده؟ وده امين اللي عمل كده في مراتك يا بدر؟ ايوه بيه هو. موافق. انتوا بتقولوا ايه؟ استهدى بالله يا علي بيه، كلام الرئيس بدر اوي. النسوان بتروح وتيجي، هتجوز غيرها. ونيسه راحت ونايس جايه كتير من تحت بيتك يا بدر. نقرا الفاتحه؟ ولا مش هحط ايدي في ايد واحد نجل زيك بيبيع عرض بيته. يا اخي ده انت لو كنت رفضت كنت احترمتك. سلام عليكم. استنى يا بدر، استنى يا بدر، اقعد. اكبر لي يا بدر، اقعد. مش انت اللي هتمشي يا بدر، اقعد. اقعد اسمع الكلام، اقعد يا بدر. انت اللي هتمشي يا امين، طلبك مرفوض. اتفضل مع السلامه، شوف طريقك. يا علي بيه ده انت تعرف الاشكال دي منين؟ ايه ده يا بدر، ايه ده؟ انا فاهمك كل حاجه. الراجل ده بينخور وراك، جالي واتكلم معايا، حسيته مش تمام وسكته عوجه. بص احنا ياما مشينا في سكك عوجه، بس انا بعمل المره دي ده عشانك. بس اقسم بالله لو اعرف ان هو اللي عمل كده في مراتك ما كنت دخلته بيتي. انت مش عارف يا بدر ان انت اغلى عندي من اي حد.